سلاوي يهرب من الأردن ويوجه رسالة لقمرتائي شاهدوا المزيد من التفاصيل. كما خبرناكم بالأمس أن سلاوي لن يكون متواجد في خطبة منتصر وأنه سيسافر، وهذا ما أكده سلاوي في آخر ستوري له، حيث نشر ستوري يعلن من خلاله عن سفره. وغالبا السلاوي سيسافر إلى لبنان عند حبيبته يانا، وعلق سلاوي على الستوري بي: راح أكون قليل الظهور هاي الفترة، اعذروني وحسافر اليوم بعد هالفترة السيئة. وأجمع أغلب المتابعين على أن سلاوي يقصد بالفترة السيئة مشكلته مع قمر الطائي وأنه سيهرب من هذه المشاكل ويسافر. رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ You know I'm gon' feed 'em if you're coming for me. Hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head. I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine.